السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هشوف في جوجل سبريد شيت ازاي ابدأ ادي الالوان للشغل بتاعي. يعني انا مثلا عندي كذا ديسيبلين وكذا بيلدينج، فانا عايز ادي الوان للشغل، فابدأ اعمل سيلكت على الخلايا ديت وادوس رايت كليك واقول له كونديشن فورمات. اقول له مثلا ان انا عندي شارت وبيقول لي از نوت امتي، يعني اي حاجة مش فاضية هتبدأ تاخد اللون دوت. فانا ممكن اقول له لا، انا عايزها تساوي حاجه معينه، تكست كونتنت او ايكوال تو، وخليها مثلا نقول له دان بالشكل دوت. كل حاجه دان هتبدا تاخد اللون دوت. هقول له دان واقول له انا عايز اضيف قاعده تانية، واقول له خليها ايكوال تو نوت يت، وهنديله لون مختلف مثلا اللون الاصفر بالشكل دوت. طيب في هنا مشكلة، خلينا نشوفها. لو عملت select كده is equal to not yet، طيب ممكن اخدها كده كوبي. طيب وعايز اقول له بقى ضيف لي قاعدة كمان is not empty، لا عايزين بقى is empty، دي ممكن تاخد مثلا اللون الاحمر بالشكل دوت. تمام. طيب دي ما تاخد على خلية واحدة، خلينا نقول له ان احنا عايزين نعدل فيها، هنخليها من هنا لحد هنا. اوكي خلاص. طيب خلينا نجرب بقى، مثلا هاجي على الخلية دي واقول له ايه نوت يت، هاجي على الخلية دي وامسحها تماما فتاخد اللون الاحمر، هاجي على ديت وهاجي على ديت خليها دن. فبسهولة كل حاجة حسب الكلام المكتوب هتبدأ تاخد اللون. فسهل جدا تشوف لو حد مثلا تقديره اقل مثلا من درجة النص، تعرف ان هو ساقط فتلسوها على طول.